الفنانة المصرية سمية الألفي بتعيش حالة غير مستقرة في الفترة الحالية وده بسبب تعرضها لوعكة صحية تسببت في تلقيها لجلسات الكيماوي وده بعد فترة من الإصابة بالكانسر واللي كانت دخلت بسببه المستشفى وطبعا في ناس كتير بتسأل عن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي وإيه آخر تطوراتها أنا ماريا مجدي وهنعرف التفاصيل في الفيديو ده أخو الفنانة سمية الألفي كشف عن الأسباب اللي خلت ابنها الفنان أحمد الفيشاوي يطلب الدعاء ليها وحقيقه تدهور حالتها الصحيه ونقلها للمستشفى وقال اخو سميه الالفي ان الفنانه القديره ما تمش نقلها للمستشفى ومتواجده حاليا في البيت علشان بتتلقى العلاج اخو سميه الالفي قال في بوست ليه على فيسبوك ان سميه بتعاني من الام بعد خضوعها لخمس جلسات علاج كيماوي وده بعد ما خضعت لجراحه من فتره لازاله الورم واكد كمان انها حاليا بتحاول تحاصر ورم من الدرجه الثالثه وده من خلال جلسات العلاج الكيماوي وحالتها مستقرة حاليا ولا تستدعي البقاء في المستشفى وأكد أن الورم وضعه مستقر أما بالنسبة للألم اللي بتعاني منه فهو مضاعفات العلاج الكيماوي وأن تشخيص الأطباء والفريق المعالج ليها بأن الورم لسه في المرحلة الثالثة ولم يتقدم وكان الفنان أحمد الفيشاوي وجه رسالة مؤثرة جدا لوالدته على إنستجرام ونشر صورة ليها وقال الفنانة العظيمة سمية يوسف الألفي أمي انتي احلى حاجه في كل حاجه، ربنا يتمم شفاكي على خير يا حبيبتي. وطبعا اثار منشور احمد الفيشاوي حاله من القلق عند الجمهور وده حوالين حاله الفنانه سميه الالفي الصحيه وحوالين سؤال هل هي بتعاني من تدهور في حالتها بعد الخضوع للجراحه ولا لا؟ وكانت الفنانه سميه الالفي خضعت من كام شهر لجراحه لاستئصال ورم سرطاني من منطقه الصدر والغدد الليمفاويه وقالت في مداخله هاتفيه ليها مع الاعلامي شريف عامر على قناه ام بي سي مصر انها مصابه بنوع نادر من الاورام السرطانيه وده هيخليها تخضع لعلاج كيماوي واشعاعي وعلقت سميه الالفي وقالت انا بتحسن وشالوا الورم اللي كان في الثدي والغدد الليمفاويه وخلاص هبدا في رحله العلاج الكيماوي والاشعاعي وكانت سميه الالفي اكتشفت خلال الفتره الاخيره اصابتها باورام في الصدر والغدد الليمفاويه من الدرجه الرابعه وخضعت سريعا لجراحه لازاله الورم وده في احد المستشفيات الخاصه بمنطقه المهندسين وكشف اخوها ان سميه عرفت بالمرض مؤخرا عن طريق الصدفه وقررت الخضوع للجراحه في اسرع وقت وقرار العمليه الجراحيه جه بعد ما شعرت بتعب شديد في الصدر من عده شهور واجرت بعض الفحوصات اللي حتمت ضروره خضوعها لعمليه لاستئصال ورم في منطقه الصدر